راح وصلنا لمساحتنا الطبية، واليوم راح نحكي عن مفهوم علاج جذور الأسنان. يمكن هالكلمة ما كتير العالم بيعرفوها، بس لازم يعرفوا معناها هذا المصطلح وكيف ممكن يتعالج، دور التقنيات الحديثة بالعلاج. اليوم راح نحكي أكيد وراح نحكي عن أهمية هالمعالجات، لهيك كل هالتفاصيل احنا نعرفها مع ضيفنا الدكتور جورج سركيس، أخصائي بأمراض الأسنان. صباح الخير. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. اهلا وسهلا فيك. عم نحكي عن جذر السن ويمكن النخر يلي ممكن يوصل له، خلينا نعرف بالبدايه شو هو الجذر وامتى ممكن يوصل التسوس او حتى النخر لهذا الوضع. اكيد بدايه اذا بدنا نعرف الجذر لازم نكون عم نتخيل بنيه السن كامله، يعني اللي هو عباره عن التاج والجذر. التاج هو الجزء اللي بيكون ظاهر ضمن الحفره الفمويه او نحن بنقدر نشوفه بالوضع الطبيعي، بيكون فوق اللثه متالف من عده عناصر، هو المينا، العاج وجزء من القناه اللبيه، بينما الجزر بيكون هو الجزء تحت النسيج اللثوي والنسيج العظمي، بيتالف من الملاط والعاج وتتمه القناه اللبيه. فبنلاقي القناه اللبيه هي ممتده من الجزر للحجرة اللبية الموجودة ضمن التاج. هلا بالنسبة للتسوس كيف قادر يوصل لهالقناة أو الحجرة اللبية؟ فبنلاقي إذا النخر بلش من طبقة المينا الموجودة بالتاج بسبب البكتيريا والجراثيم الموجودة داخل أي حفرة فموية ومن سبب قلة العناية الموجودة ممكن تكون عند المريض. فإذا بلش هذا النخر عند طبقة المينا بده يوصل للعاج في حال أهملنا. هلا ببعض الحالات للأسف بيكون النخر كبير بالمينا وصغير بالعاج، فالمريض هون بيقدر يتدارك أو بيكون ظاهر، فالمريض بيتدارك الموضوع وبيروح عند طبيب الأسنان. بينما الحالات الأصعب أو الخطرة أكثر هي لما يكون النخر منه ظاهر أو نقطة صغيرة بطبقة المينا ممتد أكثر بطبقة العاج، ونحن بنهمل بسبب ما نم ضايقنا، ما نم مبين او منظره ما نم بشع، فبالتالي وصل هون النخر للطبقه الثالثه اللي هي الحجره اللبيه اللي هي متصله مع اللب الكامل ضمن السن، فبالتالي هون ببلش عندنا حاله التهاب اللبي. المشاكل. طيب دكتور، كثير من المرضى يعني عم بيعانوا هلا هالفتره بكورونا لانه اهملوا كثير انه زياره طبيبهم من مشاكل الاسنان. خلينا اول شيء نحكي عن شق انه المرضى اللي بحاجه لعلاج لب الاسنان، مين هن وكيف بيعرفوا مثلا؟ بداية المريض اللي هو بحاجة للعلاج اللبي أو الاستئصال اللبي خلينا نقول، هو مثل ما قلنا سابقا اللي وصل النخر للقناة اللبية وتم إهماله، وبالتالي صار في عنا ضمن هالقناة اللي هي بتحوي على عصب، أوعية دموية، خلايا، صار في فوعة جرثومية، بالتالي نحن محتاجين نتدخل. هذا المريض أكيد بحاجة لمعالجة لبية. بينما في مرضى آخرين ممكن يكونوا تعرضوا لصدمة، يعني بنقصد بالصدمة هون وقع أو مثلا عض على شيء قاسي، فهذا السن تعرض ل رد. هاي الرد يعني بنشوفها ضمن السن بطريقة انكماش لبي، هذا بياخذ ردة فعل. ممكن ببعض الحالات نلاقي السن تكيف، أخذ رجع وضعه الطبيعي وما صار عندنا تموت، بينما ببعض الحالات الثانية صار في تموت، فبالتالي نحن لازم نعمل تدخل. للأسف في بعض الحالات بنحتاج نعمل فيها معالجة لبية وقت يكون في عندنا فقد سني، مثلا أنا عندي سن مفقود محتاج أعمل جسر، سن قبل سن بعد. هلا الوضع الطبيعي بيقول اني انا حضر وحط هذا الجسر، بينما ببعض الحالات بنلاقي الاسنان منا مرصوفه بطريقه طبيعيه، فبالتالي انا ممكن احضر طريقه زياده بالاسنان اللي هي طبيعيه ما فيها اي نخر ما فيها اي مشكله، وهون انا ممكن اعمل انكشاف لبي او اعمل حساسيه زائده تعمل لي تموت بالمستقبل، بحتاج اعمل معالجه لبيه. واكيد بحالات التموت لما نحن تظهر عند بعض المرضى بحاله خراج او اكياس، اكيد هدول المرضى بحاجه لمعالجه لبيه. نعم دكتور، كثير من الاشخاص مثل ما قلنا يمكن بيهملوا شوي اسنانهم وبتطول معهم القصه، فبيوصل النخر للجذر واوقات يمكن ما بيحسوا ما بينتبهوا. خلينا نعرف شو هي المؤشرات انه نحن هون لازم نروح بقى على دكتور خلص ولازم يمكن نعالج هذا التسوس او النخر، شو هي المؤشرات؟ هلا اكيد نحن بنفضل بدايه المريض يكون عم يراجع الدكتور كل 6 شهور مينيموم، يعني حتى انه ما نوصل لهذه المرحله، بس المؤشرات صراحه واضحه. في حال كان عندنا خليني وزعهم بهالطريقه، لسه اللب او العصب حي فالمريض ممكن يحس الام على المشروب البارد او حتى احيانا في بعض الماكولات الحلوه، ممكن المريض يعبر على بعض المشروبات الساخنه بيلاقي الم تماما، فهون بيلاقي مثل هيك لمعه، مثل خليني اوضح لك اياها، مثل كهرباء بحسها ضمن الجسم مؤلمه، هون انا لازم راجع الطبيب. ببعض الحالات ممكن تظهر عليه انه الكسر ضمن الحجره الفمويه للسن، انه انا سني مكسور، فبالتالي انا لازم راجع طبيب الاسنان. في حال صار عندنا تموت، يعني نحن هذا النخر تموت، المريض خليني اتخيل معك اخذ بلش عنده وجع السن، بلش ياخذ مسكنات، استخدام عشوائي للصادات الحيويه، فبالتالي هو سكن الوجع،
بس مع تسكين الوجه هو ما حل المشكله. تمام. فهون رجع صار عندنا تموه، صار في عندنا بكتيريا وجراثيم ضمن هالقناه، صار عندنا خراجات. هالخراجات ممكن تعمل اوجاع والام. بنلاقي مريض ثاني نهار موجود بالعياده عم بيعبر بجمله انا كل الليل ما قدرت نام، هذا بنسميه الالم العفوي من دون اي منبه او مؤثر خارجي المريض بيتوجع، فهون بحاجه يكون عم بيراجع طبيب الاسنان. دكتور يعني الكل بيتخوف من زياره طبيب الاسنان بسبب الالم اللي ممكن يسببه علاج السن، علاج لب الاسنان مؤلم؟ علاج لب الاسنان مؤلم سؤال نسبي، لانه الالم هو موضوع نسبي عن كل شخص، يعني يمكن اليوم انا عتبه الالم عندي تكون مختلفه عن حضرتك، ممكن تكون مختلفه عن اي كائن حي، خليني افكر فيها بطريقه ثانيه، يعني انا اذا بدي قارن هذا الالم اللي عم بيحصل عندي من اللب او هذا العصب، هل يا ترى هو ممكن انا افكر فيه بالالم بيصير ضمن المنزل يلي انا ماني قدران اعمل شيء، عم باخذ مسكن ممكن يكون فعاليته ساعتين او ثلاثه بالكثير برجع باخذ مسكن مره ثانيه، ولا افكر بالالم يلي هو مضبوط ضمن العياده السنيه؟ يعني انا المريض لما بيجي لعنا طبعا بيستقبلنا بجمله قلتيها انا ما بحب دكاتره الاسنان، نحن دائما نتوجع عنكم، بس نحن قادرين اليوم بتطور الطب نعمل شيء يلي هو التخدير. انا المريض بس يقعد بيكون عم يتخدر، عم نعمل تخدير موضعي او ناحي للمنطقه الموجود فيها السن وتبلش مراحل المعالجه. هلا في بعض الحالات يمكن نحن ما نعالج بنفس الجلسه، يعني خصوصي في مرضى بيكون عندهم خراجات او افات او في نتحه بنشوف انه هو عم بيطلع عنده دم او من نتحه صفراء، فبالتالي هو محتاج نحن نغطيه دوائيا لفتره معينه بعدين نكون عم نجي نعمل كمان مشكله عم بيعانوا منها المرضى مثلا والله بعد شهر حتى يرجع يعمل لي الضرس او بعد لا. هي لازم قد ايه المده تكون متقاربه او متباعده؟ لانه ممكن يصير في كمان جراثيم اذا ضل مثلا مفتوح العصب او مثلا. اكيد نحن ما فينا نترك المريض لفتره طويله ضمن المعالجه اللبيه، يعني هون انا لما اغطيه دوائيا الدواء له فتره معينه، نحن ماكسيموم اسبوع كون عم اقول له هيدي اكثر فتره انه انت غيب عني ورجع لي، تكون اخذ الدواء مفعول ضمن الجسم، ممكن في بعض الحالات نحن نحط ادويه له ثاني نهار رجع راجعني. واليوم في بسبب تطور المعالجه اللبيه نحن في عندنا مفهوم بيقول لي بجلسه واحده لازم نكون انهي المعالجه السنيه، حتى لو في خراج، حتى لو في حاله عفونه مثل ما بنقول نحن. اليوم انا اذا قادر اضبط الموضوع، قادر افتح السن ولاقي الاقنيه ونظفها واحشيها وما عندي اي نتحه او نزف دموي، ما عندي اي مبرر بيقول لي اليوم يا دكتور انه وقف المعالجه، او اقول له للمريض روح تعال عدد جلسات بحشي وبنهي. سؤال دكتور، انه كثير من الاشخاص بيقولوا انه هو مجرد نخر ان كان للسن وان كان للجذر، ما كثير بياخذوا بيعطوا بالموضوع، مثل ما قلنا بيخلوا الموضوع لحتى يوصل لاقصى درجاته، شو الخطوره انه نحن نهمل هذا الموضوع وخاصه نخر جذر السن تحديدا؟ رح وزع لك كمان الخطورة على مستويين، يعني المستوى الأول فمويا يعني ضمن الحفرة الفموية، والمستوى الثاني جهازيا يعني بكل أعضاء الجسم. فمويا النخر موجود داخل التم، يعني داخل مع الاسنان مع كل الانسجه الموجوده، يعني انا ممكن اذي السن بحد ذاته، اذي اللثه، اذي العظم، خليني افقد هذا السن، بوصل لمرحله ثانيه انه هالجراثيم والبكتيريا انتقلت للاسنان المحيطه، فهذا كله اذى وعم يزيد الحاله سوء. ممكن نحن نفكر انه هالسن شيء صغير، شيء ممكن بينقلع فبالتالي هو منفصل عن باقي الجسم، بينما هو جزء لا يتجزا من جهاز الانسان، يعني انا هذا السن او هذا اللب موجود في اعصاب والاوعيه الدمويه، بالتالي في دم نفسه عم بيمرق بكامل الجسم من القلب للعضلات لكل شيء موجود بالجسم، فاذا انا هذا الجزء حاوي على انتان او بكتيريا او اي نوع من الجراثيم، بدي اتخيل انه هو عم بيبرم معي بكل الجسم، فانا هون بنلاقي عندي التهاب، ارتفاع حراره، بنلاقي عندنا خصوصي خطر على مرضى القلب والمرضى اللي عندهم تبديل مفاصل، فهيدي كلها عوامل خطوره بصراحه مزعجه للمريض. طب الاخطاء الشائعه اللي انت عم تمر عليك من بعض المرضى واللي حتى هن عم يتعالجوا وعم يضلوا يمارسوها شو هي؟ الاخطاء الشائعه اللي نحن عم نحكي عنها عند المرضى تحديدا الاستخدام العشوائي للادويه، الاهمال، يعني بالرغم من كل شيء تطور، خلينا نقول اليوم السوشيال ميديا عم تلعب دور حلو بالوعي الطبي الزائد، بالرغم انه صح في اخبار بنلاقيها نوعا ما منا صحيحه عم تنزل، بس خلينا نقول اليوم الوعي الشعبي زاد، قادر الشخص يضبط انه هل يا ترى هيدي المعلومه صحيحه او هيدي المعلومه منا صحيحه، ف ليش ما انا كمان اكون عم تابع اقدر اقول انه انا بهيدي المرحله لازم راجع دكتور الاسنان او لا؟ ليش انا هالادويه عم تزيد خطوره على حالي وعلى المحيط الموجود حوالي؟ ف
فاليوم نحن بحاجة نزيد زيارتنا للطبيب الأسنان، بحاجة نقول عن تواصل أكثر، إنه أنا اليوم ما لازم أنا كطبيب إجي المريض اللي عندي يقول لي بدي أسحب عصب، أقول له إيه أوكي نسحب عصب، لا، أنا في عندي أشياء ممكن أفكر فيها، هل يا ترى هذا السن بيحتاج سحب عصب؟ هل ممكن أعمل تغطية لبية أو يمكن أعمل أنت دكتور آخر حل بتعطيه ممكن يكون سحب العصب؟ هلا تماما، طالما نحن قادرين نحافظ على السن وحيوية العصب هذا الوضع ممتاز، لما نوصل لمرحلة تموت أنا بدي أحافظ على السن، طموحي وهدفي الأساسي هو السن بحد ذاته عشان ما أوصل لقلع أو زرعات أو أي حل ثاني. تمام، حتى إذا بدنا نقول دكتور أحد الأشخاص يمكن عمل العلاج اللبي ونجح، هل ممكن يصير انتكاس؟ وفي حال صار الانتكاس كيف ممكن تتعامل مع الموضوع؟ هلا هون فتنا نحن بمرحلة إعادة المعالجة، يعني أنا ممكن يجيني مريض عامل معالجة لبية وقت انهاء المعالجه كان ما في اي الم اي او اي عوارض. هلا بدنا نفكر انه هل يا ترى تمت المعالجه بالطريقه الصحيحه؟ كيف بقصد؟ انه نحن عندنا هالسن خلينا نتخيل عنده 3 اقنيه. نحن قدرنا او كطبيب قدر يعمل قناتين، القناه الثالثه ما لقاها او ممكن ما انحشت معه. فالجراثيم ظلت موجودة بالقناة الثالثة، بالتالي السن كله ضل فيه جراثيم وبكتيريا، هون صار عنا نكس. ممكن يكون الطبيب بسبب التقنيات القديمة المانا متطورة ما قدر يعرف كامل طول السن أو يعرف طول كامل القناة، فبالتالي لوين وصل المبرد أو الأداة اللي عم يستعملها بالإحساس بيوقف، فبيحشي مثلا خلينا نقول نص السن، ممكن يوقف بسبب تكلس، ممكن يكون بسبب أداة مكسورة سابقا بعلاج ثاني أو بسبب أي عامل ثاني، فهو هون عملنا مشكلة بالمعالجة، نص السن معالج، نص السن مانو معالج، ضلت البكتيريا والجراثيم، بالتالي صار عندنا نكس بالمعالجة، هون كلها هي مراحل لخطوة ثانية هي اسمها إعادة المعالجة. إمتى بتصير علاج جذور الأسنان بمرحلة صعبة كثير؟ شو دور التقنيات الحديثة بتسهيل العلاج؟ يعني بنعرف نحن كل سنة عم يطلع تقنية جديدة بعالم طب الأسنان. هلا علاج جذور الأسنان أو الأقنية اللبية اليوم هو ما بقى مزعج أو مرعب خلينا نقول مثل قبل بسبب التطور الكبير. من قبل كان خلينا ليش عم أقول صعوبة أو مزعج؟ لأنه نحن عم نعالج جزء من السن هو منه ظاهر، هو موجود تحت لسه تحت عظم، وحتى أنا اليوم كطبيب لما أفتح السن أنا عم شوف فوهات أقنية، ما عم بقدر أشوف كامل هيدي الأقنية الموجودة على طولها الكامل أو شو موجود جواتها. التطور ساعد كتير، أنا اليوم بقول أهم مرحلة من مراحل أي علاج سن هي التشخيص، التشخيص الصحيح بيساعدني أعرف معالجة صحيحة. فالتشخيص اليوم عندنا بالمعالجة اللبية بيجي من التصوير، العيادة اللي ما فيها تصوير شعاعي خلينا نقول تأخر العلاج، بتساعد انه ما يكون في دقة بالعلاج. يوم بداية بنعمل تصوير بنعرف هذا السن شو بيحتاج، كم قناة فيه، كم جذر موجود، شو الآلية اللي بتستخدمها. بيجي بعدها عنا أجهزة المتطورة، خليني اذكر منها اليوم جهاز تحديد الذروة، بيساعدني اعرف قديش طول القناة، هل انا يا ترى فات بكاملة او بقناة كاذبة او اي شيء اخر. الأجهزة الدوارة اللي هي اليوم استغنينا او ساعدت المبارد بالعلاج، المبارد اللي نحن بنشوفه بالعيادة السنية الملونين. اليوم تطور اكثر، في عندنا اجهزه الروتري او ريسبروكيشن سيستم، هن كل هدول الانظمه ساعدت كمان بالمعالجه. عندنا اجهزه تفعيل الارواء اساسيه سواء السونيك او الالتراسونيك، لانه ما في اليوم غسل وارواء من دون تفعيل. نحن هذا صح عم بفوت هذا السائل، لكن هذا السائل عم بفوت على جزء من القناه، اذا انا ما فعلته كيف قادر يتغلغل بكل الجذر السني؟ وبالنهايه في عندنا جهاز الحشي الحراري اللي هو الاساس بالمعالجه وختم اللبي اللي هو الجزئين الاوبترا والسيستم بي. تمام دكتور، كثير حلو ان احنا بحاله تطور دائم، ويمكن هذا الشيء بخفف على المريض جهد وتعب الم وكمان الوضع المادي. نصائح اخيره بتحب توجهها يمكن لكل المرضى قبل ما نوصل لجذر السن وقبل ما نفوت مثل ما بنقول بالمحظور؟ دائما نصيحتنا تكون انه ما نخاف من معالجة اللبية، وما تكون هي هاجس انه تخليني راجع طبيب الاسنان، لانه اليوم معالجه اللبيه صارت موضوع اسهل بكثير ما نحن نتوقع. اكيد بتحتاج لادوات وتجهيزات واختصاصيين بهذا الموضوع، لانه هالادوات اذا ما كانت عم تستخدم بطريقه صحيحه واستخدام واعي للمواد وكل حاله نعرف نحن شو محتاجين لها، بيكون عم نعمل خلل بهالعلاج. وبالنهايه ما نخلي الموضوع المادي
صراحة هو عائق بموضوع العلاج الأسنان، لأنه بعلاج اللبي تحديدا، لأنه خلينا نحسبها بطريقة، هل يا ترى أنا إذا ما عالجت السن شو الحل البديل؟ تمام. رح أوصل للقلع، قلعت السن بالتالي أنصب بمرحلة إما الزرعة السنية اللي هي مكلفة جدا، أو جسر، وأنا بأكد لك اليوم الجسر هو تكلفته أعلى بكثير من العلاج اللبي للسن. يعني هاي نصيحة، خلص الكل رح يجي لعندك. أهلا وسهلا. ما رح يتأخروا. شكرا كثير دكتور على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها. وأكيد فرح، أكيد أنا بدي أرجع أقول شكرا كثير لك دكتور. أهلا. بدنا نشوفك بحلقات جاية وناخذ مواضيع جديدة. يكون لي الشرف. شكرا.